صباح الخير، رايح دلوقتي مدينة نصر عشان تصوير الكورس. يمكن ما وضحتش الكورس عن ايه او احنا بنعمل ايه. امبارح الواحد كان اكسايتد قوي، راح مصور كورس عن الفريلانسنج مع يوداسيتي، يعني اسمه نانو ديجري فريلانسنج. فكرة ان الناس اللي ما تعرفش حاجة خالص عن الفريلانسنج او اللي معرفته بسيطة وعايز يتعمق، عايز يعني ايه يكون ملم بالموضوع كده عشان لما يبدأ ما يتعثرش كتير. ده اللي احنا بنحاول نغطيه في الكورس ده. امبارح كنا نصور التريلر اللي هو الاعلان يعني عن الكورس، والنهارده ان شاء الله هنصور نبدا تصوير الماتيريال الفعليه للكورس. انا مفطرتش وجعان وعايز اشرب قهوه وحاجات كتير جدا، وهروح متاخر نص ساعه، فيعني it's a perfect day. وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. طيب، يعني الحمد لله المفروض ان انا وصلت دلوقتي المكان. الطريق كان زحمة جدا جدا جدا، بس الحمد لله وصلنا. يعني زيزو اطلع من ايه كده باب كده. اوه يا السلام عليكم جميعا. الحمد لله. ابيض كريم، عامل ايه؟ ناس كتير برضه، ها؟ شوف احنا بنشتغل لوحدنا ازاي؟ وان مان كرو. شايفين كمية الإضاءة؟ الموضوع صعب جدا، غيرت بقى عشان يعني محتاجين قميص تاني على الباك جراوند اللي هي الجراي ديت. الموضوع احنا خدنا تيكس مثلا يجي 60 مرة في حتة 30 ثانية. جايز this is كريم، this is the boss. هو ده بقى اللي الباص بتاع الكلام ده. واكشولي هيز ا جود باص، يعني هيز نوت باصي، هيز ا باص بس هيز نوت باصي. The text when you're reading, read it slow because we can make you go faster in editing, but how to make you go slow. انا باكل عشان مسجلت تعبان مرة، كان لازم شوية باور. I earned it. طبعا. أتكلم؟ أوكي. عوامل زي أولاً عوامل مشتركة مع الوظائف التقليدية زي. أوكي، لسه مخلصين تسجيل حالاً من الساعة 10 الصبح، مخلصين الساعة 5 وثلث يعني. أنت اللي خلصت. انا اللي خلصت. لسه الناس دي ما خلصوش، لسه هبدا. الناس دي لسه شغاله. انا خدت افراج خلاص الحمد لله، بس انا اتهرست برضو على دي بصراحه. خدت وش لحظه بالظبط يعني. السلام عليكم. يا الحمد لله، يعني خلصت افراج. يعني الموضوع يعني ايه طلع اصعب مما كنت متخيل، لان بيبقى فيه سكريبت وكل كلمة في السكريبت يعني مش شرط انك تقولها، ممكن عادي تيمبروفايز او حاجة زي كده، بس السكريبت مكتوب بالعربية الفصحى، واحنا المفروض بنتكلم بالعامية، يعني بتتكلم باسلوبك. عشان تتكلم بالعربية الفصحى الموضوع هيبقى مربك حبتين. كمان بيبقى فيه وان تيك، يعني في تيك بتبقى طويلة جدا جدا جدا، فانت لو اتلعثمت او لو اتلخبطت في حرف او مش عارف ايه بتعيد من الاول تاني. فيعني الموضوع عذاب حبتين. بس الحمد لله I did it. نروح نجهز بقى للشغل بتاع بكرة عشان ما نتأخرش زي النهاردة كده. يا اوكي، يعني قبل كده الواحد كان متعود ان هو بعد يوم شغل بقى كده ايه بيجي ريلاكس بقى ويتشيل كده ويريح ويتفرج على حاجه كوميديه مثلا، او يقعد يتفرج على فيديوهات يوتيوب كده وخلاص. بس الحقيقه يعني الفتره ديت يعني it's kind of pushing me، زقيني لقدام جامد جامد وبتشيلني جامد يعني. والحقيقه I'm enjoying it، لان يعني ما دمت انت مش بتتطور فانت بتتقهقر. يعني عارفين انتوا الكونسبت ده، انت لو مش طالع لفوق فانت نازل لتحت، مش حاجه بتخليها ماشيه كده يعني. فانا حابب ان بجرب حاجات جديده، وحقيقه مبسوط جدا very excited بالتجربه الجديده. وانت تكون بارت في حاجه كبيره زي داستي دي في حد ذاتها يعني شيء الواحد يفخر بيه. فالحمد لله، يعني الفضل كله لله.
في التوفيق لحاجه زي دي. فيا انا المفروض دلوقتي اخش بقى احضر للحاجات اللي احنا هن هن هنشوتها او هنصورها بكره باذن الله. ف يا طبعا الواحد دماغ في لالا لاند في هوا شديد جدا. فين ايام الشغل الجميل كده في الخمسينات كده، الواحد يخلص الشغل الساعه 2 الظهر، يروح ينام له ساعتين، يوم يتغدى، وبعدين عنده بقى اليوم بيعمل فيه اللي هو عايزه. يا نوت اني مور اوكي اي ثينك ذس از جود باي، لان الواحد داخل في مرحله الايه تهييس بقى وكده. ف باي.